وتعيط لها وهذاك هي معوق، انا تجيني حقره كنهضر. تيمشي باتيسري حلويات مخبازة. جيت هنا نعاون شاف مراد وشاف حسين وشاف حسن، ونشكر هالسياط ونشكر الأطر ديالنا وهيبة ديالنا. ديري سكرية أقديم عندي 32 سنة، وبديت أنا المركز السياط من 2016 هاد بديت. كانت عندي 27 سنة كانت يعني بديت هنا المركز، هنا تندير فضاء مبيعات، دابا هنا باتيسخي وهنا الخضرة وكان لي بلونت وكان لي برودوي شيميكي كاين العسل وكاين بزاف الأنواع كاينين. وحول إدماجهم في سوق شغل طبيعي نزلنا إلى الشارع لنعرف آراء زبائن قد يقدم لهم طلباتهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. أولا عمري ما سبق لي أنني تعرضت لهذا المشهد هذا، ولكن إلى تعرضت له هكذا
هذا اكيد غادي نساعده اولا معنويا قبل الماده، ونضحك في وجهه ونضحك معاه و يعني حتى الا كنت غنساعده مثلا ب 5 درهم نقدر نساعده اكثر. وحنا حيت اش غنقول لك راه الخير في المساعده، كيف 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 كيفو يعني قدرت انا نتعرض واحد النهار نكون تحاسلمت انا تكون عندي شي اعاقه راه ما يحس بال كما كيقولوا ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب به. بالعكس يعجبني الحال وانت تتعامل معك اي شخص عادي كاي شخص عادي كاي سرباي ولا شي حاجه بحال هكا، وحيت ما كاينش كاع فرق بينه وبينهم بحال اي واحد عادي. سوني مي بان ديتاي زعما اللي نقدر ننتبه ليه ولا زعما يدير لي اون ديفيرونس، ما كاين حتى شي اختلاف لا بحال بحال. ونتمنى في المغرب يتعموا هاد المراكز هذه، كل جهه على الاقل كل جهه نهار الاول يكون فيها واحد، نمشيو للجنوب واحد للشرق واحد. وعن الجانب النفسي هذا ما قالته غريبة شرفي، أخصائية نفسية ومسؤولة قطب المصاحبة الاجتماعية والتربوية في مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل. هاد الشباب اللي عندنا هنايا اللي كيخدموا يعني كيحرص المركز باش انهم ينميو القدرات ديالهم سواء في مجال العمل في مجال الاشتغال ديالهم كيف ما في مجال السلوك ديالهم مجال القدرات ديالهم يعني الحياتيه. دونك كما قلت لك كنخدموا معاهم هذا الكوتي هذا باش ان شاء الله ملي يخرجوا يكونوا قادرين انهم يتادابتاو مع الميليو دو طرافاي ديالهم سواء في يعني دي سوسيتي ولا دي زونتربريز ولا حتى دي زيتابليسمون بيبليك علاش لا على حساب لي كومبيتونس ديالهم. كنشوف انهم زعما يقدوا عندنا تبارك الله واحد النسبه كبيره ديال هاد الشباب هادو اللي عندهم القدرات انهم يمشيو ويخدموا في يعني مجال العمل يعني طبيعي ما فيهش ماشي ادابتي ماشي محروس ويتقدوا يخدموا يعني بلا ما يحتاجوا واحد سويفي ولا يتتبع يعني من عند مربي او لا هذا اللي يكون واقف عند راسهم. دونك كتعطيهم لاطاش ديالهم دونك يمشيو وما كيكملوا ديك لاطاش حتى كتجي. هادو طبعا كيبقاو ذوي احتياجات خاصه لان يعني تاخر ذهني راه ماشي هو انسان بين قوسين طبيعي ولا سوي. المعامله طبعا كتمشي بالتبسيط يعني خاصك تقولي الحاجه اللي بغى يديرها اللي بغيتيه يديرها ولا كتطلب منه يديرها كتقولها ليه بطريقه مبسطه بجمل ولا كلمات اللي هي واضحه ما وكتقولها له مره واحده ولا جوج ماشي تقولها له بزاف ديال الطرق. خاصك تقولها له مره حاجه مره واحده وتكون بسيطه باش هو كيفهمها. الا كثرتي عليه بزاف الحاجه دونك هو كيتلف ولا بريسيتي يعني بقيتي كتبزز عليه ولا شي حاجه هو كيتبلوكا دونك ما كيبقاش خدام. المعامله اللي يقدروا يتعاملوا معاهم ولا اللي زعما كنتمنى ان الناس ياخذوها بعين الاعتبار انه في الخدمه ديالهم ضروري انسان كيراعي هذاك لونطمون دو سيرفيس ديالهم كيف ما كان يعني هما كياخذوا شويه ديال الوقت باش يستوعبوا باش فونكسيونمون ديالهم في الدماغ ديالهم ولا كياخذ شويه ديال الوقت باش انه باش يتعالج معلومه وتتخيطا كما دونك يحاولوا ما يعطيهم شويه الخاطر الانسان ما يكونش معصب معاهم ما يزربش في الخدمه ولا تعطلوا يعاود يقولها له بشي طريقه اللي مزيانه يحاولوا ما يتعصبوش معاهم لان ايفوا الا هضرتي معاه بشي طريقه هو حس بها دونك بحال كيتبلوكا لي سيرفيس كامل. في الزنقه شت تخرج تخرج تيمشي ما كنعرفوش تنخاف تنهزو ديال الطبيب شت الصعوبة شت مجتمع بغيتو هاد النظرة هادي اللي تيشوف بحال دابا تنكون ماشية في الطوبيس وتعيط لها وهذاك هي معوق انا تتجيني حقرة كنهضر ماشي الناس اللي معاهم عايشين راهم عايشين معاهم وهزينهم فوق ريوسهم الله يجازيهم بخير ولكن المجتمع ديال الزنقة ديال المركب تتركبي كتقول له انت هي معوق وكحز ليه شنو هذاك ذاك معوق ما عندوش الدرب راه بشر بحالك بحال ولد 9 شهور بحالك بحال. هذه انا اللي كنطلب من الناس الاعاقه عمرها ما كانت مشكل بالعكس
الشباب اللي بحال الشباب اللي عندنا هنا في المركز عندهم اعاقه ذهنيه وي، ولكن تبارك الله عندهم واحد القدرات. وخير مثال على ذلك الا جاو غير جيت شويه هنا للمركز درتوا واحد الزياره تشوفوا باللي الخدمه اللي كيدير شخص عنده اعاقه ذهنيه يقدر الخدمه اللي زعما هي الخدمه اللي يقدر يديرها اي شاب اخر زعما تبارك الله هي سون كومبيتون. خاص غير دير لهم واحد لا فورماسيون في الاول. انا باغي نمشي شي حاجه كبيره بزاف، بغي ندير شي صناعه راسي وندير شي بيع راسي. قد يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم ذو قدرات ومهارات خاصة كذلك، لا تمثل لهم الإعاقة حاجزا يمنعهم من تحقيق أحلامهم والاندماج في مجتمع ينظر إليهم بنظرة مغايرة. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.